السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غبرت عليكم ولكن المهم كنت شويه عيانه، رجعت لكم اليوم ان شاء الله بواحد الفيديو. المهم غادي يكون فيديو خفيف شويه، خديت شي حاجات من اكسيون، واحد الحاجه اللي بارطاجيتها معكم في الفيديو اللي فات. قلت لكم كنقلب على واحد لي موغ وما لقيتهمش، فاخيرا اخيرا بات لقيتهم وقلت غادي نبارطاجيهم معكم باش تشوفوهم كي دايرين. صراحه رائعين جدا جدا جدا، حمقوني بزاف وكبار البنات. وخديت شي حاجات اخرين، المهم غادي نبارطاجي معكم كل شيء. خديت شي حاجات هكا خفاف، يعني واحد جوج حاجات ولا ثلاثه كاع من بريمارك، فان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كل شيء. المهم غنبداو باول حاجه، نبداو بالحاجات اللي خديت من اكسيون. خديت البنات هاد لابواط، هادي كتجي هكا وفيها سده هنايا، وهنايا جاج، ماشي بلاستيك، المهم راه جاج. وهنايا لداخل البنات كيكون ميغوار، المهم لي كولور كيكون فيهم الدوغي وكيكون فيهم لارجون نوار، يمكن مكيكونش لارجونتي. المهم خديتها انا في الدوغي. بالنسبه للاستعمال البنات ممكن تستعملوها بزاف ديال الحاجات، ممكن ديروا فيها مثلا لي شوكولا، ممكن تستعملوا فيها الكاطو، ممكن تستعملوا فيها المهم لي بونبون لا اي حاجه. المهم انا خديتها البنات البخور، هذه صراحه بغيت ناخذها البخور. عندي البخور كيكون في دوك لي، عندي واحد لو بواكا صغير اللي غادي مع واحد لونسومبل ديال المبخره، ولكن ما كيهزليهاش بزاف، يعني بارفو كنبغي نزيد البخور ولا شي حاجه كيخصني نمشي نقلب دوك لي بو كيكونوا غير مزربعين كما كنقولوا. دابا ان شاء الله باغا نورغانيزيهم هنايا في هاد لابوط باش هكا يكونوا قرابين ليا، ويهز ليا واحد الكميه اللي تكون شويه لا باس بها. المهم انا نقرب لكم بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما شافوهم، كيجيو هكا البنات في الدوغي. بالنسبه واش كيمسخوا ولا ما كيمسخوش، ولا كيتصداو ولا ما كيتصداوش، ما عرفتش البنات. الثمن ديالهم راه كان مناسب بزاف، تقريبا واحد 3 ديال الاورو يمكن ولا اللي كانوا كيديروا، ولكن ما مازال ما عرفتش. المهم غادي نستعملهم ونرد عليكم الا كانوا كيتقشروا ولا كانوا كيتصداو ولا شي حاجه. راه كما العاده ملي كنجرب شي حاجه من اكسيون صدقات ليا راه كنبارطاجيها، اللي ما صدقات لياش كنبارطاجيها معكم دائما في لي فيديو. فوالا لا فينيسيون ديالتها باش عجبتني من التحت، انتما كما كتشوفوا زعما الفينيسيون ديالتها زوينه بزاف، ودايرين لها هادو سورتو هادو البنات من تشريو شي حاجه دي بلاطو ولا اي حاجه وما لقيتوش فيها هادو راه كيتباعوا بوحديتهم. الا بغيتو تاخذوهم وكتركبوهم بوحدكم هنايا، باش هكا مثلا حطيت مثلا فوق شي صندوق ولا فوق شي طبله هكا مثلا ديال الخشب، ولا ملي كتجي تجري يعني ما كيتخبش لكش. انا كنت خديتهم شحال هادي، واحد لي بلاطو دايرين من اكسيون تكون عارفينهم، ما فيهمش هادو البنات، فشريتهم وركبتهم لان تخبش ليا الصندوق. فكي تجي تبدي البلاطو هكا كيتكرط ديك الصباغ كاع اللي راه في، المهم كتخبش لك الخشب ديالك. فوالا ولكن المهم كاين الحل، راه كيتباعوا ركبوهم، راه كيتباعوا نيت في اكسيون ما غاليينش بزاف، كيكون واحد الباكي كبير بزاف فيه جميع الاحجام، كيكون غير بانه غولا 99 سنتيم. فوالا البنات المهم نتوما خليو ليا الافكار ديالكم شنو ممكن تستعملوا بهاد اللي خداتها، تقول لينا شنو كيفاش استعملتها، يعني شنو حطات فيها وداك الشيء. فوالا كما قلت لكم خديت منها جوج، خديت هذه وخديت الاخرى، وخديت هاد الفاز هذا الصغيور وتشاركت معكم حتى هو في واحد الفيديو قلت لكم عجبوني بزاف. كيجي هكا، وهنايا البنات كيجي في النوار، هنايا راه داير شويه بحال بلاستيك، وهنايا سيراميك. فوالا هنايا شويه داير بحال ما عرفتش كنقول لكم، مي كتحسي بيه بحال سيليكون هنايا في الدوغي. المهم الدوغي ديالو شويه البنات داير بحال غوز جولد، ماشي داك الدوغي الصفر بحال هذا، هذا كيشي شويه غوز جولد. قربوا لكم باش تشوفوا. بالنسبه لهاد لا بلونط هادي راه كتختلف، كاين فيها بزاف ديال الاشكال، كاين هاد الشكل هكا، كاين اللي كتجي شويه بحال شي كاكتوس، كاين المهم كاين بزاف ديال الاشكال. الثمن يمكن اورو كدا 90 ولا دوغو ولا مبقيتش عاقله. المهم خديت منهم جوج هادو، وهنايا ندوزو لهاد لي مغ اللي بزاف منكم كيقلبوا عليهم. فاش شاركتهم معكم المره الفايته في واحد الفيديو بزاف اللي قالوا لي راه كنقلبوا عليهم راه ما كنلقاهمش، فخديت منهم جوج تشكال، خديت هذا وخديت هذا الشكل هكا. فوالا صراحه هذا غزال بزاف، عجبني بزاف، وميم لو تيغر صراحه عجبني حتى هو صراحه بزاف بزاف. دونك جاي زيتي كنقول واش ناخذ هذا ولا ناخذ هذا، في التالي قلت غادي ندي سته هكا وسته هكا. فوالا المهم هادشي ديال الماعن راكم عارفين، يعني كيعجبني هادشي ديال الماعن، فاش كنمشي ناخذ شي حاجه ضروري ما ديتش كناخذ سته ولا المهم كما كنقولوا السيرفيس، كما كنقولوا المينيموم تكون فيه سته ديال لي بياس. فوالا وكما قلت لكم راهم كبار، يعني تقول سته لي بياس لاش ما غاديش تستعملوا غير القهوه ولا الشوكولا ولا، ولكن البنات راه كبار راه ممكن تستعملوهم حتى لي سوبا في رمضان ولا الشوربات ولا الحريره ولا، رائعين وراقيين في الديكور وفي المنظر. الدوغي ديالهم صراحه هنايا زوين عجبني بزاف،
الكيسان اللي كيجيو الاغلبيه في اكسيون كيكون واحد الدوغي شويه كيبان بحال البانتور، هذا لا الدوغي غزال زوين بريون البنات، لا كاليتي ولا فينيسيون معني ما نقول فيها صراحه زوينه بزاف. غير قلبوا من قبل ما تاخذوهم قلبوا، كيكون شويه ديفويات كيكون شي صباغه هكا ولا شي، المهم راكم عارفين قلبوهم قبل ما تاخذوهم. فوالو كيما دايرين هنا البنات راه ما كيدخلوش الفران، ما كيدخلوش الغساله، وما كيدخلوش الميكرووند، فوالا كتغسلوهم غير باليد. وبالنسبه للموغا البنات راه كيهز 400 ملل 400 ملل. فوالا غادي نقرب لكم دابا من الداخل باش تشوفوا، المهم كيجي سامبل هكا في الباج. وهنايا الزواقه كتجي هكا بالنسبه للبنات اللي بغاو يشوفوهم كي دايرين بالضبط. زوينين البنات، وراه كيما قلت لكم راهم كبار. نقرب لكم الاخر شوفوا كي داير. وهنايا راه نسيت ما قلت لكم راه دايرين هنايا بواحد الضوغي حتى هنايا من الفوق. فوالا زوينين البنات فنين بزاف. المهم 2.49 شويه جاني الثمن بحال زايد شويه، لقيت حسب الناس تما بزاف الاغلبيه يعني فاش شافوهم عجبوهم، ولكن كيقولوا 2.45 كون كانت معاها السوطاس ديالها ولا الطبيصيل ديالها معاها يكون احسن، ولكن المهم فوالا. المهم هاد البنات هاد الشكل هكا علاش خديته وعلى شحال وانا كنقلب عليه، لان البنات راه كاين تقريبا بحالهم كيتباعوا في H&M هم بواحد الثمن غالي بزاف، يعني مضروب هذا الثمن مضروب في 3 ولا في 4، وفي اكسيون جابهم 2.49. وهذوك اللي في H&M هما البنات راه صغار بزاف على هادو، راه ما كبارش بهذا الحجم يعني صغيورين، هادو كيتستعملوا مثلا غير الحليب ولا القهوه ولا هادو كما قلت لكم لي سوب الشوكولا الحريره، المهم تستعملوهم بزاف ديال الاستعمالات، والشكل ديالهم انيق وراقي بزاف. فوالا كما قلت لكم خديت 6 هكا و6 فهاد الشكل، و كاين فيهم سامبل يعني اللي ما بغاتش هاد الزواقه ولا ما كتكون حتى حاجه هنايا، يعني كيجي غير هكا بيض وكيكون هاد لي صغي دوغي هنايا الفوق، وكتكون هاد الشده حتى هي في الدوغي. وكاين واحد الشكل اخر في واحد الزواقه اخرى، واحد الورده كتجي شويه كما نحاول الا لقيت شي تصويره نخليها لكم. المهم حتى هذاك زوين، غير جاني شويه ما غيتمشاليش مع الستيل اللي عندي في الماء عندك شي، دونك ما خديتوش. وهنايا بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي يعني بغيت تنسقوهم ولا هذا، هادو حتى هما كنت خديتهم من اكسيون، هادو هاد الناس راه معروفين كيكونوا دوك الطوال كيكونوا في هذا الحجم هكا كيكونوا لي كروز شويه. هادو كنت خديتهم شحال هادي كيجيو هكا، وممكن تنسقوهم مثلا مع هادو لي سوب مثلا وتحطهم هكا كيجي هكا في الجنب، وتجي هنايا مثلا تحطي واحد المخصون تاع لو بان هكا مع الثومه وداكشي اللي كيطيب في الفران، ولا هذا الا درتو معاهم لا سوب، الا درتو مثلا شوكولا شو غتحطي كرواسون ديالك ولا شي حاجه، ولا تحطي واحد لو فير ديال العصير. المهم بزاف ديال الاستعمالات فوالا، صراحه جاو متناسقين بزاف، لان هاد الباج هذا اللي هنايا لداخل ولا هاد البورسولين اللي في البيض هنا لداخل نفس اللون ديال هذا فوالا، وصراحه جاو انيقين عجبوني بزاف. باش نسقتو هكا صراحه عجبوني بزاف الديكور ديالهم، وانتوما خليو لي الراي ديالكم في التعليق. بالنسبه للتوصيله البنات ما بقيتش عقلت الثمن ديالو، تقريبا كيدير واحد دوغ شي حاجه ولا يعني ما كيكونش فايتها فوالا. ومشيت لبريمارك ما خديتش شي حاجه كثيره البنات، دونك لا ديكوراسيون صراحه بريمارك هذا اللي قريب لينا يعني ما كتكونش فيه لا ديكوراسيون بزاف، يعني لي غيون كيكونوا صراحه خاويين. كنشوف شي حاجه هكا في يوتيوب سورتو البريمارك نتاع المانيا، يمكن صراحه لي غيون ديال الغيون ديال الديكوراسيون كيكون عامر عامر بزاف، وفيه البنات شي حويجات صراحه خطيرين يعني شي حاجات لي زوينين بزاف. بون المهم فاش مشيت لقيت انا غير هاد الفاز هذا صغيور، عجبني صراحه الديكور ديالو حتى هذا، مستعملاه في بيت النعاس، الثمن ديالو تقريبا دوغ شي حاجه يمكن باش خديته ولا كاطو والله ما بقيت عقله البنات. المهم هذا هو الشكل ديالو صراحه زويون، كنت خديت الكبير ديالو يعني بحال هكا هو كبير شحال هادي في بابو لا في بابلي ولا تبام دابا، خديته تما تقريبا حتى هو بشي 7 أورو ولا 6 أورو، لكن كبير هذا يمكن 4 أورو في بريمارك الا بغيتو راه كاينه البنات. وخديت عندهم هذا الفاز كود كور ديالي، عجبني صراحه حمقني بزاف الديكور ديالو، كيجي هكا نقرب لكم باش يبان لكم احسن. والله كيجي هكا غزال البنات، فن الديكور ديالو، شي حاجه شويه اوريجينال، شي حاجه اللي ما كثيراش، شي حاجه اللي ما كنشوفوش ديما. والثمن ديالو كيدير 6 ديال الاورو، والله هذا هو الثمن ديالو، ولكن راه فريمون كبير البنات. شويه الجاج ديالو جاني بحال شويه فخاجي، مي المهم خصك ضروري تهضي مع البال وصافي.
فوالا البنات كانوا هادو هما المشتريات اللي خديت مؤخرا. قلت غير نطلع لكم بشي حاجه باش ما نخليكمش هكا، لان بزاف ديال البنات كانوا كيتواصلوا معايا في انستغرام كيسولوا فيا فين غبرتي وهذا، المهم كنت شويه عيانه البنات. فهادشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا خديتوا فكره. والبنات اللي كيقلبوا على هادو انا خديتهم، غادي تسولوني خديتهم اش من اكسيون هذا، لان ماشي كاع اكسيون كيبيعوهم، لاني شحال وانا كنقلب عليهم ما لقيتهمش. شوفوا البنات اكسيون اللي كاين في ريجيون باريزيان، انا شريتهم في ستان في 93، في ستان في 93 كاينين البنات وبواحد لا كونتيتي كبيره بزاف، يعني الغيون صراحه عامر 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 بزاف. دونك البنات اللي قرب للستان في 93 ضروري ديما باش كنقول شي حاجه في الفيديو ضروري كتجيني الاسئله لتحت، فكنعاود نقول لكم باش هكا ما بقاش تكرر هاد الاسئله. ستا في 93 كاينين البنات اكسيون ديالهم، كاين فواحد لو سونتر كوميرسيال فيه كارفور، راه كاينين هاد لي موبل اللي بغيتوهم بدورو 49. فوالا البنات هادشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا ولا تكونوا المهم خديتوا فكره، ولا اللي كتقلب عليها شي حاجه تكون عرفتها باللي كاينه حاليا في اكسيون. فدابا غادي نخليكم ونقول لكم بسلامه والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.